انا لاحظت واحد الملاحظه يمكن حتى شي واحد ما شافها ولا شافها ولا سكتوا عليها الله اعلم، هو الفرق ما بين دعم المؤسسات العموميه ما بين سنه 2020 و21 والموسم الحالي. الا شفنا الموسم انا كنفوت مليون كنتحرك ما نكذبش عليك ما كنعرفش ديك شي شحال بالضبط، تما 17 300 واخرى فيها 8 المهم بزاف فلوس بزاف فهمتيني. بغينا نعرفوا غير علاش حنا باش نرجع معكم واحد شويه اللي خرجت المجموعه على راس الجمهور ديال فريق اتحاد طنجه مطالبه باستقاله ديال المكسب السابق وتاثرنا بك الحمد لله بفضل الوقوف ديال السيد الوالي على قضيه بنفسه. تحقق واحد المطلب ديال الجماهير ديال اتحاد طنجه اللي هو امامكم ماشي كشخص ولكن كبروفيل، شنو هو؟ يعني رئيس غير مسيس محب للفريق وغايور كلشي كيعرف سي احد كما ماشي كنشكرو على العمر في التاريخ لان شكرنا شي رئيس ما عمرنا غنشكرو شي رئيس شكون عارفنا عمرنا كنقولو ولكن واحد البروجي اللي امنا به جبرنا ضغطنا كانوا عندنا ضمانات وكانوا عندنا وعود ان الا طلع رئيس غير مسيس غادي يسندوه الجميع الحزب الفلاني غادي يعاونوه والملحه من هنا غادي تدخل والملحه من هنا غادي تدخل والسي حاكم ملي كنتي كتشكر قبيلتي شكرتي كلشي من الولايه كنشكروها طبعا لان هي اللي قائمه ولكن مر الولايه شكرتي بزاف الناس مع احترامي ديالي ليك وليلو ما كانش خصنا نشكرهم انا ما قدموش الدعم فريق تاع الطاجه نشكر واك انا ما كنخافو حتى شي واحد هما المنصب ديالكم كمكسب ديال فريق تاع الطاجه حنا ما كنخافو حتى شي واحد وما كنعرفش حتى شي واحد راه كلشي في هذه المدينه كنعطي الظهر ديالهم فرقه وباقي لحد انا عطي الظهر ديالهم فرقه ملي غتعيدو نتوما عاد غادي يبانو عاد غادي يعاونو فرقه باش نكونوا واضحين والوقت بين تشوفوا هادشي كامل بعينكم ان شاء الله غادي يخلصوا الديون اللي كاينين وغادي يتعاونوا كذا الى اخره. حنا عملنا بحال اللي عملوا مع بن كيران ومع كذا الى اخره. خصكم الحزب الاسلامي ها الحزب الاسلامي كذا هذا اسطوانه اللي مراته ما عارفينها. هما لا عند بن الحبس عاون جاب مع الله. ما علينا. جابوا لنا رئيس غير مسيس ها هو شدوا عليه الباب من هنا شدوا عليه الباب من هنا شدوا عليه الباب تكونوا واضحين. ونعاود نقول حنا ما كنرشوا الورد لا سي احد كان. لا اللي قبل منه لا اللي مورال ما كيعطينا درهم لا هو لا اللي قبل منه لا اللي ماشي لا اللي عنده كان يدخل حنا ما كنحفروا له لا اللي له ولا اللي مورا باش يدخل شي واحد ونعاود نطلع شي رئيس مجلس حنا كنعرفوا اتحاد طنجه اطلاقنا كنعرفوا اتحاد طنجه وغادي نبقاو ديما كنعرفوا اتحاد طنجه واي واحد من هنا اي واحد من هنا يدخل على شي غرض غير اتحاد طنجه راه غيشبر حنا الاول في الجاليه باش يكون عارف باش يكون عارف شنو كاين عندك عندك شي واحد يمشي غلط يبغي يقنطر شي واحد باش يدخل يشبر فريق اتحاد طنجه راه غيشبرنا حنا الاول غلط ماشي هادو اللي كتجبروهم هنايا راه هادو اللي كتشوفوهم في الكامب وما كتعرفوش مزيان شكون ما عليك بغينا نعرفوا هنا علاش هاد المؤسسات العموميه ديال الفرق انا ما نكذبش عليك واش 900 مليون تما الفرق 900 مليون 900 مليون الفرق بالمساهمه ديال بين السنه الماضيه وهاد السنه هادي علاش يا كنتي ذا استاذ ماشي مسيس المكسب ديالك ماشي مسيس هاد المنح هادو منين كيجيو من الفلوس ديالنا حنايا ياك وعلاش الناس هادو ما طاوش فلوس فريق تاع الطاجة اذا هذه كاينه مؤامره ضد فريق المدينه اذا حنا كمنخرطين اولا الصفه ديالنا حنايا هما الدرع الواقد فريق تاع الطاجة اذا فاصل على مجموعه كنت راهي الكوليس حنا الاول خصنا نضرو على القضيه ماشي نشوفوها غلطه راه هي مسجله راه باينه وسكتوا عليها راه كاينه مؤامره ضد فريق تاع الطاجة ماشي مؤامره ضد احد قال احد قال اليوم كاين غدا ما كاينش نتوما كاينين واقيلا ياك اكثر حنا كاينين الى الابد اذا هذه مؤامره ضد الفرقه ديالنا خصنا نخرجوا نهضروا عليها خصنا نعرفوا علاش واش هاد الفرقه هادي اسمها اف سي اف سي احد قال اسمها اف سي الزوبر اسمها اف سي تلال اسمها اف سي ا اسمها اف سي بي هادي اسمها اتحاد طنجه الرياضي الفرقه ديالنا كاملين اللي كتمثل المدينه يعني السلطات خصهم يساندوا الفريق ماشي يعطيو الدار ديالهم يعطيو الدار ديال الفريق هي كان احد كان اللي غادي يجي مور هي اللي يسال مؤقت هي الى اخره اذا انتم اذا استاذ حنا تلاقينا ديك المره في واحد المناسبه ديال العائله وقلنا لك يعني قبل سجل العام قلنا لك استاذ لك مجموعه كنطلبوا في الاستقاله ديالكم ياك قلناها لك انا بيناتنا حنا ما عندو علاش بنادم يعرف ما عندو ما يزيدنا ما عندو ما ينقصنا علاش لان الافق اللي كنشوفوا حنا بغرضنا افق مظلم ديال الاستمرار ديالكم حنا ما كنقولش انكم ما عملتوش المجهود ديالكم بالعكس ولكن لان كاينه مؤامره علاش لان المنصب اللي تينا فيه دابا يمكن ناس اخرين الى عندك العنصر ما عندهم سائل ديالهم وكذا حنا كنعرفش شنو كاين ولان اللي متبعين الشقه الرياضيه بشحال هذا ما كيعرفوش شنو كاين يقدروا بديك المنصب يعملوا حاجات وكيستروا عاود اتحاد طنجه على حاجات اخرين هادشي اللي كاين اخوان انا بالنسبه لي كتجربه يعني وصلنا لواحد الهدف اللي هو رئيس غير مسيس يشبر فريق اتحاد طنجه على اساس انهم يعاونوا الناس ديال السياسه وكذا الى اخره المنح وكذا ولكن
كلنا عكاز في الرويده. هذا بالنسبه لي فاشل لان كاين اللي بينا، لان انا بالنسبه لي ولا بالنسبه للمجموعه النظره ديالنا اننا كل مره نرجعوا للولايه، كل مره وقع لنا مشكل فريق اتحاد طنجه نرجعوا للولايه وما نعتمدوش على المنخرطين، هذا فاشل. شوفوا فرق اخرين اللي كاينين في المغرب، لا ما نسميهمش، كاين شي فرقه باغا كتمشي للولايه. راه الفرق اللي كنهضروا عليهم حنايا النموذج وفرق عندها الفلوس وعندها كتعمل الالقاب، واش كاين شي فرقه عمركم سمعتوا الجمهور ديالها مشى عند الوالد المدينه ديالها كيهضر عن غير فرق اسفل الترتيب؟ كنهضرش على فرق، حنا ما كنشوفوش تحت خصنا نشوفو فوق. كنقول له واش كاين شي فرقه في المغرب كتمشي تباب الولايه يا سيد الوالي وكذا، حنا فيا خما وقع لنا مشكل استاذ الوالي فيا. مع احتراف على سيد الوالي راه كنشكروه بزاف على الدعم ديالو، راه ماشي بالعكس كما كان شي بقى دائما داعم، لان كون ما كانش شي مشكل في المكسب كان غادي يدبر لك سبونسور كان غادي يشوف حاجه زي اخر، ولكن دائما عندنا مشكل هنا، هذا فاشل دائما. نقدر نقول لكم واحد الهضره بحال هذا الوقت، هذه الفرقه هذه عمرها تعاود ديالكم هنا، حيت وصلنا اللي خصنا كجمهور، كجمهور وصلنا اننا خصنا رئيس غير مسيس وما يجيش حتى يخرج. يعني دائما هذا المصيبه خصو يكون فيه انسان مسيس، وانا نقول شي هضره نسبب لنا شي مشكل وصافي واحد الشيء. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.